موجود داخل المحافظة وموجود داخل البلد يعرف عالميا وإقليميا من خلال هذه المعارض. فطبعا كيف يعرض المعرض هو حيكون الأثر مالته يعني. فأكيد يعني هي وجودها بهالوقت هذا حيكون له أثر إن شاء الله إيجابي يعني على الناس المشاركة فيه. أكيد يعني يحتاج إلى اهتمام أكثر، يحتاج إلى أنه يعرض التقنيات بالأسلوب اللي يكون جاذب للشركات العالمية. يعني الوضع السياسي والوضع الأمني له أثره، ولكن هذه المعارض هي يعني تستهدفها الشركات الرصينة حتى تشوف ماذا يحتاج السوق وكيف ممكن أنه تظهر داخل يعني داخل البلدان. وإن شاء الله يعني تكون هذه المعارض أكثر وأفضل في المستقبل. يعني هي عالمية، البصرة مهمة في حال أنه استمر تنفيذ مشاريعها فيما يخص موضوع استثمار الغاز اللي من شأنها أنه تقلل الانبعاثات. ففي حال أنه يعني تم تضافر الجهود لاستثمار الغاز واستثمار الوقود الأحفوري بالطريقة الصحيحة اللي يقلل التأثير البيئي، بالتأكيد حيكون أثره يعني عالميا ملموس، وهذا اللي ما جاي نلاحظه. على المستوى المحلي البصرة مؤثرة باعتبارها هي مصدر رئيسي للطاقة بالبلد. يعني على سبيل المثال غاز البصرة يعني تجهز 80% من الوقود في البلد، من وقود غاز الطبخ، وأيضا تجهز الغاز الجاف لإنتاج الطاقة الكهربائية. فهي مؤثرة من ناحية توفير الوقود للبلد، من ناحية توفير الكهرباء كمصدر رئيسي في البلد، وعالميا وأيضا محليا تأثر في حال أنه إحنا استمرينا بتقليل الانبعاثات، وهذا ما حدث على مر السنوات اللي مضت. يعني في غاز البصرة تقريبا 160 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ تم منحها من أن تطرح فيها الجو. هذا أكيد إلى يعني أثر يعني أثر إيجابي في المنطقة بشكل مباشر، وفي في المنطقة يعني في المنطقة بشكل مباشر وفي العالم بشكل عام يعني. فهذه اللي أصور أنه يعني الطريقة اللي تأثر بها البصرة، إضافة إلى كونها منطقة استراتيجية يعني الموانئ موجودة بها، يعني التصدير يكون من خلالها. يعني إحنا عندنا ميناءنا الخاص اللي نستخدمه لتصدير شحنات الغاز المسال وايضا المكثفات، وهذا يعني في جنب يعني جنبتين، الاولى انه هو منفذ للعالم، بنفس الوقت هو منفذ لتعظيم واردات البلد وتعظيم واردات الشركه من خلال بيع المنتج عالميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل عبر قناة الأيام الفضائية، ونحن في هذا المعرض الدولي، معرض البصرة الدولي بنسخته الخامسة للنفط والغاز والطاقة المستجدة. جولاتنا مستمرة في هذا المعرض، ونشارك القائمين على هذا المعرض آراءهم وانطباعاتهم عبر الزيارات والتواصل ما بين الشركات النفطية العالمية بعد مشاركة 12 دولة أو أكثر بشركاتها النفطية المتنوعة
الإنتاجية والخدمية. أيضا نلتقي بالأستاذ الكريم ثامر عبد الحميد ثامر، رئيس مهندسين نقدة، مدير قسم المتابعة الفنية في شركة غاز الجنوب. أهلا وسهلا بكم. ما هو انطباعكم وما هي الهدف من المشاركة في هذا المشروع؟ والله دأبت شركة غاز الجنوب في على مدى السنوات الماضية على المشاركة في المعارض، سواء كان معرض بغداد الدولي أو معرض النفط والغاز في البصرة، لبيان مدى الاهتمام من إدارة شركتنا والرغبة في المساهمة في تقدم وازدهار بلدنا العراقي، وخاصة منطقة محافظتنا محافظة البصرة. ونقدم الشكر الجزيل للإدارة المحلية أو الحكومة المحلية في محافظة البصرة لما بذلته من مجهود في هذا المعرض، ونتمنى أنه نشوف السنة الجاية أنه المعرض يكون أفضل من هذه السنة، بالرغم من أنه توقف المعرض لمدة 4-5 سنوات، ولكن البداية كانت هذه السنة بداية مشجعة، وتوضح أن الرغبة لدى الحكومة ولدى الشركات الحكومية والشركات الأهلية والشركات العالمية الموجودة هنا، الرغبة في إنجاح وبيان ازدهار وتقدم الشركات على مستوى الجميع. كان هناك زيارات متبادلة بينكم وبين بقية الشركات اللي موجودة، خصوصا الشركات العالمية التي تمتلك التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في إنتاج الطاقة النفطية أو إنتاج المنتجات النفطية. نعم، الزيارات متبادلة ومستمرة بيننا وبين الشركات الأخرى، شركات من إسبانيا، شركات من جمهورية إيران، شركات من جمهورية تركيا، شركات من شركات جمهورية مصر العربية، ومتعدد الجنسيات بصراحة موجودين، وتبادلنا الخبرات فيما بيننا وبينهم، واتفقنا اتفاقات مبدئية على التقدم والتطور وإيجاد علاقات تواصل مستمرة عن طريق الإيميلات وعن طريق الزيارات بيننا وبينهم ما بعد المعرض. إن شاء الله. انطباعك أنه هل فعلا الآن العراق يمتلك تلك التقنيات الحديثة التي تجنبه مخاطر التلوث؟ هل وصلتم إلى تقنيات عالية في الحفاظ على البيئة؟ نعم، الشيء اللي جاي نلاحظه بالتقدم والازدهار الموجود عندنا بالبصرة بشكل خاص وبالعراق بشكل عام، التقدم والرغبة في القضاء على التلوث، القضاء على استحداث الطاقة البديلة، ودليل على انه مشاريعنا، خاصة احنا عندنا بشركة غاز الجنوب عندنا مشاريع جاي ندرس انه شلون ندخل الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، القضاء على الشعلات الموجودة، الانبعاثات الموجودة، تقليلها خلال مشاريع بين شركة غاز البصرة والتعاون مع شركة غاز الجنوب والشركات العالمية الأخرى. فنتمنى أو نترجى إن شاء الله حسب الخطة الموجودة عندنا كشركة غاز الجنوب خلال 2024-2025 القضاء على جميع الانبعاثات والشعلات الموجودة في المنطقة الجنوبية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أيضا مستمرين وإياكم في التجوال بين أجنحة هذا المعرض، ابقوا معنا. تستمر فعاليات معرض البصرة الدولي للنفط والطاقة والطاقة المتجددة، بالتالي هو معرض متخصص جدا بتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الحديثة وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والصناعة النفطية حول العالم. تمكنت الشركة المنظمة من استقدام أكثر من 50 شركة عربية وعراقية وعالمية للقدوم هنا إلى محافظة البصرة. تعتبر محافظة البصرة هي موطن الصناعة النفطية في العراق، وليس فقط في العراق وإنما حتى على مستوى الشرق الأوسط، فهي اليوم تنافس وبقوة الأسواق النفطية العالمية. بالتالي محافظة البصرة وكل من يقدم إليها يعرف جيدا أهمية هذه المحافظة من النواحي الاقتصادية والنواحي الاستثمارية، ويعرف جيدا أنها سوق كبير جدا وواعد جدا وثري بكل الأمور الخاصة بأعمال الاستخراج النفطي والتكنولوجيا القادمة. 12 دولة شاركت هنا بدءا من شركات وزارة النفط العراقية بكافة تشكيلاتها وشركات العراقية من القطاع الخاص أيضا، وشاركت هناك دول من الصين وكوريا الجنوبية والسعودية والأردن ولبنان
والإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا شاركت بجناح مميز هذه المرة، وبجناح فيه أكثر من شركة متخصصة بمجال النفط والطاقة، ومن الهند أيضا شاركت هناك شركات، وشركة أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هو خليط متجانس من هذه الشركات التي قدمت هنا تبحث عن فرص جديدة واستثمارات واعدة. بالتأكيد بعد كل معرض أو أثناء المعرض تحصل هناك تعاقدات، هناك تفاهمات، هناك بروتوكولات توقع بين الشركات المتواجدة داخل أرضية المعرض. بالتالي هناك أهمية كبيرة لهذا السوق الواعد، سوق محافظة البصرة النفطي الذي يعد من أهم وأكبر الأسواق في العراق وحتى في الشرق الأوسط. ثقافة المعارض اليوم لا تقتصر فقط على شركات تأتي وتقدم معروضات هنا، لا، هي فتح لفرص عمل كبيرة خلال أيام المعرض، وبالتالي حتى الفنادق هي على أعلى مستوى من التجهيز. بالتالي هذا كله هو سمعة ممتازة جدا لأمن وأمان مدينة البصرة، وأن هذه الشركات القادمة تعرف أهمية هذه المحافظة، بالتالي هو فرصة جيدة جدا. السلام عليكم. نحن هدفنا هون بالمعرض البصرة الدولي انه اول شيء نعرف حالنا، نحن كطيران اسم طيران اير صدى، هي تابعة لتركيا. هدفنا هون انه التعرف مع الشركات الغاز والاويل وننقلهم من اي مكان، يعني من بصرة او من بغداد والى بلادهم. نحن كطيران هون شغلنا عنا طيران خاص، هو طيران خاص، وعنا طيران للنقل المرضى المسميه الاير امبولانس. عنا حاليا عقد مع شركتين كبير اجنبية هون بالبصرة، وجينا لهون ان شاء الله مشان هدفنا نتعرف مع غير شركات، ويكون هدفنا رحلات من بصرة ومن بغداد لأي دولة لبرا. بداية نشكر قناتكم لتغطية هذا الحدث المهم. طبعا معرض البصرة الدولي هو فرصة مهمة كلش لجميع الشركات أن تتقارب من بعضها. احنا شركتنا شركة الوطنية البناء الجاهز، نظم البناء الجاهز، شركة عاملة بمختلف محافظات العراق، تغطي الشركات أينما يعني حل شركات النفط والغاز احنا نكون موجودين لهم ونشتغل لهم. زارونا أكثر من شركة صراحة للمعرض، وصار تقارب وتبادل أفكار بيننا وبينهم سواء كانت محلية أو أجنبية عاملة. المعرض طبعاً قلت لك فرصة مهمة جداً لعكس الأفكار ونوايا الشركات، وخاصة بالبصرة. البصرة يعني شهدت استثمار جداً عالي ودخول شركات وعكست أفكارها المهمة جداً بالبصرة، التقنيات الحديثة في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة. احنا هذا المنشأ كله يعني المواد نستوردها، بس تصميم وديزاين وتنفيذ كله عراقي محلي، واحنا مختصين بهذا النظام. احنا رقم واحد بالعراق، يعني ماكو غير شركه تنافس، ينافس الشركات الاجنبيه اكيد. افكارنا انترناشونال، يعني الديزاينات اللي ببالنا واللي مسويها اكيد تنافس الشركات الاجنبيه البقيه. اكيد طبعا كمبات الشركات النفطيه واي الشركات الاجنبيه الموجوده بالعراق احنا اغلبها منفذين الكمبات مالتها.
طبعا نادي الطاقة النظيفة هو النادي الوحيد بالعراق الذي يعني بأمور الطاقة المتجددة وكل متطلبات وتأثيرات البيئية. احنا في نادي الطاقة النظيفة عبارة عن مجموعة من النخب ومن المثقفين الذين يرتكزون على أهمية إنقاذ المحافظة من البيئة الملوثة إلى بيئة نقية خالية من التلوثات، وتقليل من الانبعاثات الكربونية المؤذية التي تتحول بمرور الأيام إلى أمراض مسرطنة. المحافظات الجنوبية بالأخص تعاني من كثرة الأمراض السرطانية وانتشار الأوبئة بكل متطلبات الحياة من هواء ملوث ومن هواي أمور. فبالتالي إحنا النادي يحتوي على عدة أقسام، ويعتبر المشاركة الفعلية في الطاقة المتجددة في المعرض يرتكز على فرق للطاقة الشمسية والخلايا الشمسية، فرق للتلوث وفرق زراعية، بالإضافة إلى فرق في موضوع إدارة النفايات وتثقيف المواطنين على أهمية التحويل إلى بيئة نقية خالية من التلوثات باستخدام مشاريع الطاقة المتجددة. كان المعرض عبارة عن تبادل عدد كثير من الخبرات فيما بينهم وبين الشركات. لاحظنا أنه وجود آلية كبيرة من الشركات، خاصة الشركات المو عراقية، يبني يشوفون اكو هيجي توجه عراقي نحو الخلايا الشمسيه ونحو مشاريع الطاقه المتجدده. لقينا استحسان ونظره امل مستقبليه في تحويل البيئه العراق الى بيئه نقيه خاليه من التلوثات، وان العراق قادم على تحقيق مثل هكذا مشاريع. المهندسه ساره التميمي، مديره نادي الطاقه النظيفه للابتكار. اهتمام الدول بهذا المعرض الدولي يعكس هذه المحافظة وبهذه الثروات الهائلة التي تسخر بها محافظة البصرة باعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية والنفطية، والتي تعتبر مصدرا مهما وأساسيا للطاقة في العالم. لقاؤنا يتجدد مع المشاركين في هذه الفعاليات، فعاليات معرض البصرة الدولي للنفط والغاز بنسخته الخامسة، ولقاؤنا مع أحد أصحاب الشركات المهمة جدا في توفير الخدمات الأمنية وهي شركة الأمواج الشامخة. مرحبا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. ما هي مشاركتكم ونوع مشاركتكم في هذا المعرض وإلى ماذا تطمحون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المشاركة هي المشاركة الأولى، مشاركة متعددة في جميع تقريبا معارض البصرة المقيمة في البصرة الداخلية. احنا من شركة الأمواج الشامخة، شركة داعمة للقطاع الحكومي والخاص في البصرة وفي العراق بصورة عامة. مشاريعنا تغطي العراق من الشمال حتى الجنوب. تخصصنا الخاص في مشاريع الإطفاء ونصب المنظومات الإنذار المبكر الحديثة جدا، وساعد في يساعد في تقليل المخاطر الموجودة في المدينة، ويساعد أيضا في الاعتماد على المناشئ العالمية والشركات الأجنبية. شركة محلية توفر جميع وتغطي جميع المتطلبات الدفاع المدني المطلوبة للمحافظات تقريبا والبصرة بصورة خاصة، كونها البصرة مدينة نفطية، وجميع الشركات الأجنبية تقريبا والشركات الحكومية النفطية هي مقرها في البصرة. احنا نكون رديف لهذه الشركات في توفير قطاع الإطفاء، وهو مصاحب جدا لموضوع النفط. في أي مكان في نفطي لازم أكون مكان في للإطفاء والإنذار المبكر، نحن نغطي هذا الجزء. تنافسون الشركات الأخرى؟ نعم، نحن عندنا مناشئ عالمية، براندات عالمية متعددة في المضخات، في توفير السيارات، سيارات الإسعاف والإطفاء، وتشوفون هذه السيارات كلها براندات وشركات عالمية. والحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله في البصرة، الأمور طيبة جدا، وتشوفون المعرض إن شاء الله زاخر بشركات أجنبية مو عراقية. كانت هذه المواد سابقا مقتصرة على الشركات الأجنبية، الآن أعتقد أنه هناك طفرة نوعية في توفير شركات محلية لهذه المواد. نعم، الاستقرار الأمني هو عنصر جاذب للشركات الأجنبية اللي تعطيك وكالات أو براندات عالمية تخليك أنت في بلدك
ويعني تستمر في ويستمرون في الدعم إليك. شركات أجنبية بريطانية وإماراتية متعددة احنا نتعامل مع لها، منتجات الصينية فيها شهادات منشأ وشهادات مصنع وشهادات يعني طرف ثالث فاحص وموافقات من السفارات في تصديق الشهادات، هذا كله عامل يعني مساعد للشركات انه تتعامل معك. هناك أجنحة عديدة ومتعددة ومختلفة العروض لمنتجاتها، كان هذا الجناح هو جناح نادي اتحاد الصناعات العراقي يعرض لأول مرة أجهزة توليد الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية، وأيضا أجهزة لإنتاج المياه في لا تحتاج إلى كهرباء صديقة للبيئة. يعني تفاصيل أكثر مع الأستاذ اسم الكريم المهندس عدين النور. اهلا حياك الله سياده. تفضل تكلمني عن يعني النادي ومشاركتكم في هذا المعرض، باعتبار انتم الشركه الوحيده اللي تشاركون وتقدمون هذه المنتجات. تكلمني عن المنتجات بالبدايه. المشاركه الاولى لنادي الطاقه النظيفه الخضراء والمتجدده المنبثق من محافظه البصره. في مشاركتنا الاولى تم عرض اقسام النادي الاربعه، الطاقه الشمسيه وتعاملات المياه وقسم إدارة النفايات وقسم الزراعة. فيما يخص الطاقة الشمسية وتعاملات المياه لدينا أفكار رائدة من خلال إنتاج المياه من خلال عن طريق الطاقة الشمسية واستخدام ألواح الطاقة الشمسية ومنظومات مدمجة لتعاملات المياه، ممكن استخدامها في المناطق الصحراوية أو النائية أو الشركات النفطية بشكل عام، وتكون منظومات صديقة للبيئة بالكامل لأنها لا تتطلب أي طاقة كهربائية منتجة من الوقود الأحفوري يعني أو أي انبعاثات ما موجود من عدها. أي انبعاثات لا توجد ولا تحتاج إلى أي خطوط نقل كهرباء أو وسائل أخرى، مجرد تحتاج إلى مصدر للمياه ومكان مفتوح، ومعروف أنه البصرة غنية بالطاقة الشمسية، فهذه المنظومات رائدة جدا إن شاء الله في محافظة البصرة. أثبتت فعاليتها يعني موجودة هذه؟ أثبتت فعاليتها من خلال استخدام التجريبي إلها، والمنظومات متعددة، ممكن منظومات تنقية المياه من خلال فلترة المياه أو منظومات تحلية المياه. عمرها طويل بالاستخدام؟ المنظومات هي أثبتت جدارتها وفعاليتها في محافظة البصرة. الفكرة الرائدة الجديدة هي بدمجها مع الطاقة الشمسية. يعني المنظومات كانت تعمل على الطاقة الكهربائية، حاليا تعمل على الطاقة الشمسية، وإنتاجها الماء يكون عن طريق الطاقة الشمسية فقط. يعني تكلفتها أقل من الحالية في الوقت الحالي، تعمل على الديزل ولا تعمل على البنزين ولا تعمل على الطاقة الكهربائية؟ في الوقت الحالي التكلفة أكيد تكون أعلى من في حالات استخدامها على الوقود الأحفوري أو الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية، لكن هي فكرة رائدة ممكن تطبق. أكيد عطلاتها أقل وتكون عملية أكثر بالمناطق النائية. سهلة الصيانة ومحمولة، وممكن تكون محطات متنقلة، ممكن تستخدم أيضا بالجروبات السياحية في حال استخدام في المناطق السياحية النائية، ممكن تكون محمولة في إحدى عجلات الدفع الرباعي لكونها صغيرة الحجم والطاقة الإنتاجية. ممكن استخدامها في السفن أو الناقلات؟ ممكن جدا، في قلت لك في كل الحالات اللي صعب وصول الطاقة الكهربائية بها وتتوفر الطاقة الشمسية ويتوفر أبسط مصدر للمياه، راح تكون هاي ماء البحر، ممكن استخدام منظومات التنافذ العكسي، وأيضا لدينا أفكار رائدة أوسع وأكبر من هذه الفكرة، لكن تحتاج إلى تطبيق عملي أكثر. نعم محطات. نعم عفوا. شكرا جزيلا للمهندس اللي شرح لنا آلية عمل الطاقة الشمسية وإنتاج المياه
وهذا شيء رائد في محافظة البصرة ولأول مرة يكون في معرض البصرة الدولي. تابعونا ونحن معكم في هذه الجولة من معرض البصرة الدولي للنفط والغاز والطاقة والطاقة المستجدة، ابقوا معنا. السلام عليكم. احنا كشركة خدمات قانونية، شركة عراقية مؤسسة وقائمة فعليا بالعراق منذ عام 2016. طبعا اشتغلنا سابقا كمكتب محاماة، لكن متطلبات العمل اللي تطلب الشركات الأجنبية خصوصا بعد تنامي حجم الطلب على الخدمات القانونية دعانا إلى نأسس شركة. هذه الشركة تعنى بتقديم الخدمات القانونية للشركات الأجنبية والشركات العراقية، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الكادر استطعنا خلال الفترة السابقة من استقطاب عديد من الشركات الأجنبية والشركات العراقية. طبعا شفنا وخلال عملنا أنه كثير من الشركات اللي تدخل للعراق هي تعتمد على مكاتب قانونية خارج العراق اللي لا تمتلك الفهم القانوني الصحيح للأنظمة والقوانين العراقية، وبالتالي واجهت كثير من الشركات الأجنبية عدم فهم قانوني، وبالتالي أصبحت أيضا لديها مشاكل قانونية كثيرة. خلال تواجدنا معهم وجهنا كثير من الشركات الأجنبية وأيضا الشركات العراقية على الالتزام بالقوانين العراقية، واليوم احنا نمثل عديد من الشركات هذه الأجنبية خصوصا في مجال النفط والغاز وفي المجالات الأخرى الاستثمارية. خلال تماسنا ويا هذه الشركات ولقينا أنه كثير من الشركات هي لا تعرف بالقوانين العراقية، وبالتالي هي ترتكب كثير من المخالفات مما يستدعي وجود شركات متخصصة تستطيع أن تأخذ بيد هذه الشركات إلى الالتزام بالقوانين وبالتالي النجاح في العراق. أكو كثير من التحديات حقيقة ما نخفيها خصوصا بما يخص الوضع الأمني والوضع القانوني، هناك تداخلات بين عمل هذه الشركات وبين بعض، خاصة احنا نتكلم على شركات نفطية موجودة في مواقع نفطية، هذه المواقع النفطية فيها بعض العشائر، احنا هنا نتحدث على بعض العشائر وليس كل العشائر، عشائرنا الوطنية والكريمة اللي تدعم المسيرة الاستثمارية بالعراق، لكن اكو بعض العشائر اللي هي تعترض او تمانع او تبدي بعض المشاكل مع الشركات الأجنبية مما سبب نفور لبعض الشركات من المواقع النفطية. احنا هنا نحاول انه نفهم الشركات بحقوقهم، نقدم لهم الدعم القانوني اللي يحتاجونه، وايضا احنا نكون دائما داعمين لكل الجهود اللي تحاول تنقل الواقع الاقتصادي العراقي من الواقع الحالي الى واقع افضل.
تحرص شركة مصافي الجنوب على المشاركة الفاعلة والمستمرة في هكذا معارض، وهاي المشاركة مو أول مرة تشارك مصافي الجنوب مشاركات عديدة. الغرض من هذه المشاركة هو عرض منتجاتها شركتنا أمام الجمهور المحلي والعالمي، اللي يكون المعرض به شركات عالمية ومحلية من خارج القطاع، وعرض ما وصلت إليه مشاريعنا بمختلف مجالاتها، كون مشاريعنا مشاريع حيوية وتغطي الحاجة المحلية. قسم من هذه المشاريع قيد الإنجاز وقسم منها منجزة، مشاريع تقدم منتوجاتها المحلية وحتى للتصدير في أو القابل من الأيام إن شاء الله والسنين. الغرض من هذه المشاركة وهو تبادل الخبرات في مجال التقنية النفطية وغير النفطية، كون شركات نفط وغاز تحتاج إلى تقنيات أخرى ومجالات أخرى وقطاعات أخرى. حظي جناح شركتنا بالعديد من الزيارات، زيارة السادة المسؤولين في الحكومة المحلية والشركات المشاركة، وكذلك تم التبادل هذه الزيارات مع الشركات الأخرى من قبل جناحنا وكادرنا في الجناح. شركتنا متخصصة بإنتاج المواد الكهربائية ومستلزماتها، وهي رائدة الصناعات الإيرانية. منتجاتنا آمنة ضد الحوادث الكهربائية. شركة داريان من الشركات المهمة في إيران والتي تنافس في القطاع النفطي العالمي، ونحن نشارك لأول مرة في البصرة، ولكننا شاركنا في العراق للمرة الثالثة، وتم التوصل إلى اتفاقات مهمة مع شركات عراقية ووضع تفاهمات عملية لشراكة حقيقية نحو توقيع عقود للمشاريع في المستقبل القريب. شركة مارون للصناعات البتروكيماوية تسعى للدخول في السوق العراقية عبر منتجاتها وخدماتها الرائدة، ضمن إيجاد عقود ناجحة مع الشركات والتجار في جمهورية العراق. ونحن نحاول إيجاد سبل تعاون لعمل تجاري مثمر بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة في ميدان العمل البتروكيماوي والنفطي.
بالنسبة لماذا لا تزال هنالك شعلات في العقود؟ طبعا تعرف أن عملية الاستثمار هي عبارة عن عملية التجميع عبارة عن استثمار في مشاريع. هذا الغاز يحتاج إلى أنه ننصب محطات كبس أخرى، وحاليا غاز البصرة يعني في طور يعني قريبة جدا من تشغيل أحد أهم المشاريع اللي هو مشروع البصرة NGL. مقبلين جدا على انه قريبا جدا ان شاء الله على انه نشغل هذا المشروع اللي هو عباره عن 400 مليون قدم مكعب قياسي، وحدتين كل وحده 200 مليون قدم مكعب على السنه القادمه. وفي تشغيل هذا المشروع حيكون زياده طاقه 40% للمحطه. بتشغيل هذا المشروع هنالك مشاريع اخرى في الحقول هدفها تجميع كميات الغاز في غرب القرنه، في الرميله الشماليه، من شانها حتى قلل ان شاء الله كميه الغاز المحترق. بالتاكيد طبعا تجميع الغاز في غرب القرنه، في الرميله الشماليه، في الزبير حمار مشرف، في الزبير ايضا، هذا كله يعني بتجميع كميات الغاز هذه ايضا راح يؤدي الى تقليل الانبعاثات الدخانيه. يعني احنا كشركه في الشرق الاوسط حاليا ما شفنا انه عندنا احتكاك مباشر مع يعني السوق الروسيه، بس احنا كمشروع في شركة غاز البصرة تصديرنا للغاز المبرد انطانا مرونة اكبر لوصول الى اسواق اوسع. بمشاريعنا موجودة فعليا خطة الى استكمال هذه المشاريع لطاقات اوسع واكبر بنهاية السنة القادمة ان شاء الله، ومع بداية الربع الاول من عام 2024 حيكون عندنا ان شاء الله الرصيف الثاني جاهز للتصدير، وهذا راح يرفع الطاقات الى تقريبا 3 أضعاف كمية الغاز المبرد اللي المخطط له حاليا. طبعا هنالك مشاريع للغاز المبرد 100%، ولكن هذه تحتاج الى اموال اكثر وتخطيط اوسع، وهي نصب عين الشركة بس لم يصادق عليها في الخطة الحالية، ولكن في المستقبل ان شاء الله تنظر لها الشركة مع زيادة كميات الغاز اللي تستثمرها. غاز البصرة تشتغل ضمن اتفاقية جوينت فنتشر، هذه الجوينت فنتشر تحدها في 3 حقول اللي هن ذكرتهن حاليا. ممكن انه يعني بحسب توفر الغاز، بحسب يعني دعم الشركاء، بحسب راي الدوله وزاره النفط مثلا، ممكن انه تروح الى حقول اخرى، ولكن حاليا احنا مقيدين بما موجود في الجوينت فنتشر، ونستثمر الغاز من الحقول الموجوده حاليا اللي هو يغطي كميه الغاز اللي نحتاجه، ونامل الى وصولنا الى 1400 بالمشاريع الموجوده حاليا. والجويت فنتشر او الاتفاقيه يعني الاطار مالتها انه نصل الى 2000 مليون قدم مكعب قياسي اللي احنا هسه حاليا واصلين. ال 1400 او 1500 ان شاء الله في نهايه 2025 بتشغيل مشروع البصره NGL. الوصول الى 2000 يحتاج الى انه نتاكد انه كميات الغاز موجوده ان شاء الله. يعني هو العمل في قطاع النفط والغاز بشكل عام يعني يلاقي بالتاكيد يعني يكون في تعثر. في غاز البصره هنالك خطه. الخطه واضحه دائما وشفافه بنفس الوقت يعني. الخطه تحتاج الى دعم مالي، تحتاج الى متابعه، تنفيذ، تتاثر بالسوق العالمي. يعني كاحد قيادات شركه غاز البصره اللي اشوف انه احنا مشاريعنا ماشيه برذم متناسق. لو انظر الى ما تم تنفيذه من 2013 لليوم، محطات الكبس التي تم انشائها بحدود 8 محطات كبس في حقولنا، محطه اللي ساعدتنا بزياده الطاقه الانتاجيه، مشروع نصب محطه رفع الضغوط عباره عن 3 كابسات بطاقه 300 مليون قدم مكعب قياسي في الرميله الشماليه، مشروع تشغيل انبوب 40 انج لتجميع غاز غرب القرنه 1 اللي هذا ساعدنا في إيصال غاز غرب القرنة 1 إلى الرميلة الشمالية، نصب وحدات تجفيف الغاز في الغرب القرنة، المحطة السادسة والمحطة السابعة المحطة الثامنة، بناء رصيف الثالث في أم قصر، التحويرات اللي صارت داخل معاملنا لزيادة الطاقة الإنتاجية، المعمل البصرة NGL اللي هو عبارة عن مشروع ضخم جدا اللي هو بدأ بال 2019 واليوم ان شاء الله تزورونا وتشوفون مستوى معدل او مستوى الانجاز اللي بيه، يعكس بانه الشركه بالتحديات اللي موجوده انجازها
مقبول وممتاز جدا. فبالتأكيد احنا نفسنا طموحين لأنه ننجز أكثر وأفضل، ولكن الإنجازات الموجودة نسبة للتحديات يعني إن شاء الله جيدة، يعني نفتخر بها. احنا أذكر إلى أنه غاز البصرة تستثمر في 3 حقول فقط في الجنوب، طبعا هن هذه يعني هن الحقول العملاقة في جنوب العراق. الإنتاج الغاز يتناسب مع إنتاج النفط نسبة إلى ما ينتج اليوم من نفط. احنا حاليا نستثمر 65% من الغاز المنتج في هذه الحقول. المشاريع اللي تكلمت عنها بحلول 2025 2026 ان شاء الله نتمكن باستثمار 95% من كمية الغاز المنتج ان شاء الله، في يعني في حال انه استمرت مشاريعنا بالمستوى الانجاز اللي احنا مخططين له حاليا. فهذا يعكس بانه 95% ان شاء الله تكون هذه الشعلات باقل ما يمكن. طبعا تبقى مشاريع اللي تخص مثلا غاز المراحل الاخرى وكذا ايضا لها خططها، ولكن حاليا كمية الغاز اللي تشوفها اللي جاي تقل، لو تلاحظ هسه مثلا في الجنوبي في المحطات الجنوبية هذه كل جدا قلت يعني. فحاليا 65% في نهاية 2025 او في بداية 2026 ان شاء الله 95% من هذا الغاز يستثمر في هذه الحقول الثلاثة اللي انا اقدر اتكلم عنها. I give the floor to Mr. Marco to answer. That's fine. So maybe just to follow on from Martha's answer. So yesterday BGC captured about 70% of all of the gas that's available to us, and about 30% continues to be flared. In 5 years' time, we'll be capturing 92%. So the flaring will come down and down and down over the next 5 years as we put $3 billion worth of investment in. اكو فرق 5% بيني وبين مالكم، يعني هو قال امس احنا كنا نستثمر تقريبا 70% من الغاز اللي جاي يحترق هسه حاليا، 30% لا تزال يعني تحرق، وهذا فرق كبير بين ما بدينا به وبين ما احنا فيه اليوم. Some of that $3 billion of investment that we've committed to make in the next 5 years also is going to make our existing assets more reliable, because it's a very big responsibility for us to supply all of the power stations that supply electricity to Basra. جزء من الثلاثة بليون دولار اللي احنا في خطتنا للاستثمار هتصرف على اعادة تأهيل او صيانة المنشآت اللي احنا حاليا نشتغل عليها، وهذا ينطي اعتمادية اكثر لهذه المعامل حتى تستمر بانتاج الغاز اللي من شأنه انه ينطي غاز بشكل مستقر الى محطات الكهرباء. So our business has about 5,000 employees from Basra, and there's about another 5,000 people that are from contractors and subcontractors, and everybody lives in Basra. If we trip our plants, the people that work for us go home to no power. So there's a lot of incentive to keep the plants operational and highly reliable. فعالياتنا تشتمل على تقريبا 5,000 منتسب يعملون في شركة غاز البصرة، وتقريبا نفس العدد يعني يشتغلون أيضا في مشاريع شركة غاز البصرة بشكل غير مباشر مع المقاولين والمقاولين الثانويين وما إلى ذلك. في حال أنه هذه المشاريع وقفت لأي سبب من الأسباب لا سامح الله، بالتالي أنه شغلتي راح أنه هذول الناس راح يرجعون إلى بيوتهم. نفس الوقت الخطط اللي خالينها حتى أنه نستمر برفض ودعم تطوير إنتاج الكهرباء أيضا راح تتأثر. Thank you.